لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الصحفي زياد المنجد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. كيف تقرأ تصويت أو نتائج تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي حول قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، ونتائج التصويت كانت كلها ضد هذا الانسحاب بالأغلبية؟ يعني لقد تعلمنا من خلال قرارات ترامب أنها قرارات أحادية، فهذا الرجل الذي يحكم أمريكا عبر تويتر يعني دائما يتخذ قراراته ودون الرجوع إلى أي جهة من الجهات وبعد ذلك يعلمه. يعني قبل أن يصوت الكونغرس الأمريكي على أنه ضد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، رئيس الأركان الذي هو الأمريكي الذي هو مختص بهذا الأمر قال إن ترامب اتخذ قراره دون أن يعلمه، ومن المفروض أن رئيس الأركان هو الذي يعني يكون له الرأي الأول والأخير في هذا الانسحاب. على كل القرار، قرار الكونغرس الأمريكي غير ملزم، ولكنه يعبر عن مخالفته للسياسة الأمريكية حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، ويمكن أن يتراجع في أي لحظة. لقد علمنا الرئيس الأمريكي أنه يمكن أن يتراجع عن قراراته في أي لحظة، ولذلك هذا ليس أمرا مستغربا. كانت هناك تحذيرات من قبل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف فوتل، حذر من استمرار تهديد تنظيم الدولة في المنطقة. إلى أي مدى تظن أن تواجد القوات الأمريكية في سوريا سيحد من هذا الخطر، خطر تنظيم الدولة؟ يعني كلنا لا يعلم أن تنظيم الدولة هي عبارة عن يعني شركة عالمية مخابراتية، والمخرج الأمريكي هو الذي يتحكم بهذا السيناريو. اليوم قال البنتاغون أن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا إلا بعد القضاء على داعش، وقال أن داعش لا تسيطر إلا على 32 كيلومتر مربع من سوريا، وهو يعني إشعار بأن يعني تنظيم داعش سينتهي قبل انسحاب القوات الأمريكية. هنالك معلومات أن الجيب الصغير الموجود شرق الفرات في منطقة البوغاز قرب دير الزور، هنالك تقريبا 3400 عنصر من داعش تم تهريبهم من ضمن 35,000 مدني نزحوا من تلك المنطقة. ولذلك هنالك سيناريو جديد يمكن أن يتم نقل هؤلاء إلى منطقة أخرى، فقد تحتاجهم القوات الأمريكية في منطقة أخرى لقيام بعمليات أخرى، وبالتالي فترسم لها الإدارة الأمريكية. تحدث بعض المراقبين عن أن تحذيرات جوزيف فوتل قد تفسر بأن واشنطن قد تستدعي قوات متخصصة في ظل إلحاحه على نقطة خطر تنظيم الدولة في المنطقة، ما مدى صحة ذلك؟ العفو، لم أسمع سؤالك لأن الصوت انقطع. كنت أسألك عن تحذيرات أو تواصل تحذيرات فوتل دفعت بعض المراقبين للقول أن هناك إمكانية لإرسال قوات خاصة لمحاربة تنظيم الدولة والحد من هذا الخطر الذي يتحدث عنها الجنرال. هو فعلا اليوم وصلت قوات خاصة أمريكية ولكن إلى المنطقة، ولكن ليس لقتال داعش، إنما لإلقاء القبض على من ينسحب من منطقة البوغاز، هذا الجيب الصغير الذي لا يتجاوز 4 كيلومتر في تلك المنطقة، من أجل إلقاء القبض على قيادات يقال عنها أنها من الصف الأول والصف الثاني في داعش، وتواجدت اليوم وأرسلت قوات أمريكية من الوحدات الخاصة قوامها 700 شخص، ولكن لا أعتقد أنهم سيحصلون على شيء. أنا قلت لك وأكرر أن هنالك لعبة تقوم بها القوات الأمريكية، يريدون أن يعلنوا للعالم أنهم قضوا على داعش في تلك المنطقة، وبالتالي يبررون انسحابهم، ولكن سيتم نقل هذه القوات إلى منطقة أخرى لتقوم بمهام أخرى يخططون لها.
ماذا عن الموارد البشرية والمادية واللوجستية لتنظيم الدولة؟ وإلى أي مدى لديه إمكانية لمواصلة النشاط في هذه المناطق؟ يعني اليوم الخبراء العسكريين الأمريكيين التابعين للبنتاغون قالوا أن لديه موارد بشرية واقتصادية في المنطقة، وأنا أعتقد أن هذه الموارد هي أتيحت لهم من خلال السماح لهم بالتمركز، وخاصة في حقول النفط التي تنتشر في تلك المنطقة. ولكن يمكن بشكل سريع أن يتم القضاء على هذه الموارد البشرية، ويمكن أن تجردهم القوات الأمريكية منها لو أرادت. ولكن كلنا يعلم أن التحالف الدولي ضد داعش أصبح له تقريبا 6 سنوات، ومن أكثر من دولة، وبالطيران وبالتواجد العسكري البري، ولم يستطع أحد القضاء على نفر صغير. ما هي داعش مقارنة بهذه القوات؟ ولكن كما قلت لك، لها دور مرسوم، وورقة داعش أقول لك أنها ورقة لم تسقط قبل إتمام الوضع السوري وإنجازه من قبل القوى الفاعلة فيه. أشكرك الصحفي زياد المنجد، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.